رئيس السيسي يوجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية. الصين تحذر من موجة ثانية من فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الوافدين المصابين إلى نحو 700 مصاب. وكوريا الشمالية تقول إنها اختبرت بنجاح صاروخ ضخم طويل المدى. السابع صباحاً الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. والبداية بتطورات فيروس كورونا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، فضلا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وجه السيسي أيضا بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية بالجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية والصحة والسكان، بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا مجمل التداعيات في هذا الصدد. وقد أعرب السيد الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر الذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2.25 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية. كما وجه السيد الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حالياً بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر. كما أكد السيد الرئيس أن مكافحة انتشار فيروس كورونا يعد قضية أساسية على مستوى العالم، مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أعلى معدلات التنسيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة وكذا المواطنين في إدارة هذه الأزمة. وقد وجه السيد الرئيس كذلك باستكشاف إمكانية التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية التي تواجه نقصاً حاداً على المستوى العالمي، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلاً عن العمل على استكمال أي نقص في المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية في مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية في مصر. وقد استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج من غير المقيمين، مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية معهم فور وصولهم إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. من جانبها عرضت السيدة وزيرة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر حتى يوم أمس، والذي اشتمل على 576 حالة مصابة، منها 121 حالة تماثلت للشفاء بشكل كلي، مشيرة إلى أن معدلات انتقال المرض في مصر تعد منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية المماثلة. كما استعرضت السيدة وزيرة الصحة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع مراحل انتشار المرض، بالإضافة إلى منظومة العمل في هذا الخصوص داخل وزارة الصحة، بما فيها الغرفة المركزية ومستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية. وقد عرض السيد وزير التعليم العالي
جهود المستشفيات الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى دور مراكز البحث العلمي بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة للوصول إلى علاج لحالات فيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 182 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام عن خروج 11 مصرياً من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة، لافتاً إلى تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس جميعهم من المصريين، وذلك فضلا عن وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 و84 عاما، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا هو 609 حالات، من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها و40 حالة وفاة. وجه شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رسالة إلى العالم بشأن فيروس كورونا، أكد خلالها ضرورة الالتزام بالتعاليم الصحية والتنظيمية كواجب شرعي. يؤكد الأزهر الشريف أن الالتزام بالتعاليم الصحية والتنظيمية التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، والتي من بينها الاعتناء بالنظافة الشخصية والتقيد بعادة التباعد الاجتماعي والالتزام بالبقاء في البيوت وتعليق صلوات الجمعة والجماعات قليلة كانت هذه الجماعات أو كثيرة، مع الالتزام بأدائها في أوقاتها في المنازل دون تجمع. كل هذه التعاليم وغيرها سواء في مصر أو في أي دولة أخرى تقام فيها الصلاة، كل ذلك ضرورات شرعية يجب امتثالها والتقيد بها، ويأثم تاركها، ومن يخرج عليها يخرج على قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كما وجه شيخ الأزهر رسالة دعم إلى مصابي الفيروس في مصر والعالم، داعيا الله أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل، وأن يرحم كل من فارقوا الحياة بسبب هذا المرض، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان. ورسالة اليوم إلى إخوتنا من المصابين بفيروس كورونا في مصر وفي كل أنحاء العالم هي أننا معكم بقلوبنا ودعائنا، وأننا نصلي لله عز وجل ونتوجه إليه بالدعاء أن يمن على الجميع بالشفاء العاجل، وأن يرحم كل من فارقوا الحياة بسبب هذا الوباء، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. ولا يفوتني هنا أن أعبر عن تضامن الأزهر الشريف مع كل الدول والشعوب التي تكافح تفشي هذا الوباء وانتشاره، وأؤكد أن تقديم يد العون والمساعدة من القادرين إلى كل المتضررين والمنكوبين في أي بقعة من بقاع الأرض لهو واجب شرعي وإنساني، بل تطبيق عملي للأخوة الإنسانية. أما عن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فقد أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة ووصفها بالقوية والحاسمة في مواجهة فيروس كورونا، وقد وجه الشكر للطاقم الطبي الذين وصفهم بالجنود البواسل لحماية الشعب. وخلال عظة الأحد التي ألقاها من المقر البابوي، ناشد البابا تواضروس المصريين بالابتعاد عن أي تجمعات وعدم لمس أي أسطح وغسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المطهرات بحكمة تجنبا لنشر العدوى.
الإجراءات اللي بتاخدها الدول والحكومات، ونشكر ربنا بلادنا من أوائل الدول اللي تنبهت لهذا الفيروس وابتدت تاخد إجراءات حاسمة، ومن أول القيادة السياسية والحكومة وكل الفعاليات مع وزارة الصحة مع كل الأطباء. وأنا بنتهز الفرصة دي عشان أقدم كل التحية والتقدير لكل الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين في المجال الصحي، هم خط الدفاع الأول، وأنهم جنود بواسل في مقاومة هذا الفيروس وهذا الوباء وفي حماية كل الشعب من هذه الشرور. الإجراءات البسيطة اللي بناخدها كلنا إجراءات زي ما كلنا بنسمعها في التلفزيون وعلى وسائل السوشيال ميديا بصفة عامة وفي الصحافة، من فضلك اقعد في البيت. واصلت القوات المسلحة أعمال التطهير والتعقيم الوقائي تماشيا مع حزمة القرارات التي أقرتها الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، حيث تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة لميدان العتبة وحي الموسكي ومنطقة الأسواق التجارية والشوارع المحيطة بهما. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. تماشيا مع حزمة القرارات التي أقرتها الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، واستكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من ميدان العتبة وحي الموسكي ومنطقة الأسواق التجارية وهيئة البريد والمسرح القومي وميدان وجراش الأوبرا وشارعي عبد العزيز والجيش والشوارع الجانبية المحيطة، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر، فضلا عن تطهير وتعقيم شارع الأزهر وميدان الحسين والمنطقة المحيطة بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. وذلك أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر تجول المواطنين لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية، حيث تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط ووجهات المباني من خلال استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات معايير الجودة العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لتلك المناطق الحيوية والتي تشهد في الحالة الطبيعية تردد أعداد كثيفة من المواطنين عليها باعتبارها من أهم المناطق التجارية بنطاق محافظة القاهرة. وقد حرصت القوات المسلحة على استخدام مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقا للمواصفات العالمية، بما يوفر المناخ الآمن والصحي خلال القيام بأعمال التطهير الوقائي لكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة. يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكانياتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.
أمر النائب العام بضبط فتاتين واستجوابهما لاتهامهما بإنشاء واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض من خلاله على عدم الانقياد لقرارات حظر الانتقال والتحرك في الأوقات المحظورة قانونا، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام القانون. هذا وقد أمر النائب العام بإخلاء سبيل المتهمتين بضمان مالي قدره 20,000 جنيها لكل واحدة منهما، واتخاذ إجراءات حجب الحساب الذي أنشأه، واستكمال التحقيقات بالتحري عن مصور آخر للمقطع لضبطه، وإعداد أوراق للقضية لتقديمها للمحاكمة الجنائية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة إذا استطاعت تثبيت عدد الوفيات بفيروس كورونا عند رقم يتراوح بين 100,000 و200,000 بدلا من العدد المتوقع وهو 2,200,000 وفاة، فسيكون إنجازا عظيما. أود أن أكرر مسألة، ما الذي قد يحدث إن لم نفعل أي شيء البتة؟ تركنا الأمور على حالها، وكنت قد سألت توني وديبرا هذا السؤال وتحدثوا لي فترة طويلة عن هذا الأمر. أعتقد أن الدراسة الأكثر دقة أو أكثر تكاملا قد وردت، أعتقد أن الرقم 2.2 مليون شخص لكانوا سوف يلقون حتفهم إن لم نفعل أي شيء. عندما نسمع هذه الأرقام بدأنا ندرك أن من خلال العمل الذي قمنا به على مر الأسابيع القليلة الماضية وبفضل حزمة الـ 2.2 تريليون دولار التي سخرناها لهذا الغرض، فعندما سمعت هذه الأرقام اليوم وأول مرة أسمع بها وناس كثر يسألون نفس السؤال، شعرت أننا بحال أفضل إزاء ما قمنا به الأسبوع الماضي من خلال حزمة تحفيز قدرها 2.2 تريليون. إننا نتحدث عن 2.2 مليون شخص كانوا يحتمل أن يلقوا حتفهم لو لم نقم بوضع تلك الإجراءات. نأمل أن تكون تلك الأرقام بقدر توقعاتنا، لكنني أود أن تبث الحياة في بلادنا مجددا، لكن هذا ما يصيب 151 دولة في العالم. أكد ترامب خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة أيضا أن معدل الوفيات بفيروس كورونا سيبلغ ذروته خلال أسبوعين بالتزامن مع عيد الفصح، محذرا من أنه إذا لم يلتزم الشعب الأمريكي بقواعد التباعد الاجتماعي فسيكون هناك عدد هائل من الوفيات بهذا الفيروس. قد تكون الذروة في عيد الفصح، ويؤسفني أن أقول ذلك. بالنسبة لطموحاتنا كانت تلك هي أن نقوم باستعادة السيطرة على الأمور وإعادتها إلى مجراها في عيد الفصح، لكن ناقشنا هذا الأمر ولا نود أن تكون الذروة بمستويات متزايدة أكثر من ذلك. الآن بتنا نعرف الكثير. قد يشهد عيد الفصح هي الذروة، وبعدها سوف تنخفض نسبة الإصابات. كما أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايتي نيوجيرسي ولويزيانا إلى قائمة الولايات التي أعلنت منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا، ترفع عدد الولايات التي أعلنت مناطق كوارث إلى 18. أعتقد أن معظم الولايات تشعر بالسعادة عن العمل الذي نقوم به، وكذلك الحال بالنسبة للحكام، وكانت تعاملاتي مع حكام الولايات هي الدليل الدامغ حول
مسألة توفير ما تحتاجون إليه، وقلت بأننا سوف نقوم ببناء مستشفى في لويزيانا ونيوجيرسي. ولا سيما في تلك الأخيرة التي باتت منطقة ساخنة ونؤمنها بكافة المعدات. أعلن حاكم نيويورك عن تسجيل 7195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية، ليقترب بذلك إجمالي الإصابات من 60,000 حالة. وقرر حاكم ولاية نيويورك تمديد فترة الإغلاق إلى 15 من أبريل. قال رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو إنه سيبقى في الحجر الصحي حاليا على الرغم من تعافي زوجته من إصابتها بفيروس كورونا المستجد. أوضح أيضا ترودو خلال مؤتمر صحفي إنه سيواصل العمل مع الحجر الصحي من الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه يتابع التنسيق والإجراءات الضرورية التي تقوم بها الحكومة الكندية لمحاولة احتواء انتشار الفيروس، مشددا على أنه يتبع توصيات الاختصاصيين في مجال الصحة، داعيا مواطنيه أيضا إلى الالتزام بها. أكدت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 145 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات جديدة في 24 ساعة الماضية. وبحسب البيانات الجديدة في المكسيك، فقد وصل إجمالي الإصابات إلى 993 حالة و20 حالة وفاة. قالت الشركة المسؤولة عن تسيير السفينة السياحية العالقة قبالة بنما في أمريكا الوسطى إنها ما زالت تبحث عن ميناء للسماح لركابها بالنزول. وأكد مسؤولون أن ولاية فلوريدا التي كانت الوجهة المقصودة للسفينة رفضت استقبال الركاب الذين يبلغ عددهم 1800 شخص، وذلك بعدما توفي من بينهم 4 أشخاص بفيروس كورونا. يشار إلى أن السفينة العالقة في المحيط الهادي منذ أسبوعين، حيث لم يسمح لها الرسو في أي ميناء بعدما تم السماح لها بالعبور من المحيط الهادي إلى الجانب الكاريبي لأسباب إنسانية. زار الرئيس الصيني شي جين بينغ مقاطعة تشيغانغ الصناعية في شرق البلاد لأول مرة منذ التعافي من فيروس كورونا. وتابع الرئيس الصيني عودة العمل في المصانع، داعيا الشركات الصينية إلى استئناف العمل والإنتاج بنشاط حتى مع استمرار الجهود للسيطرة على الفيروس، مبينا أن حكومته ستعدل سياسات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة على الفور لحمايتها من تأثير الفيروس.
سجلت الصين 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 45 حالة في اليوم السابق. وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين المصابين حالة محلية وحيدة، بينما تم تسجيل 4 وفيات جديدة. وبهذه البيانات ترتفع حصيلة الوفيات في الصين إلى 3030، بينما ارتفع إجمالي عدد الإصابات حتى الآن إلى 81470 شخصا. حذر متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين من أن تزايد عدد الإصابات الوافدة بفيروس كورونا أثار احتمال تعرض البلاد لموجة تفشٍ ثانية في وقت توقف فيه انتقال العدوى محليا. وقال المتحدث إن الصين سجلت عددا تراكميا من الحالات المصابة القادمة من خارج البلاد بلغ 693 حالة، ربعهم تقريبا لوافدين من بكين، وهو ما يجعلها تتحمل القدر الأكبر من المخاطر. أما في كوريا الجنوبية فقد سجلت 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 9661 حالة. وقالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إنه تم تسجيل 6 وفيات يوم الأمس، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 158 حالة، بينما تعافى 195 شخصا جديدا من الفيروس. وإلى فرنسا، حيث تخطت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 2600 شخص، وذلك بعد تسجيل 292 حالة وفاة جديدة، كما تخطت حالة الإصابة بالفيروس في فرنسا 40,000. ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا لتتخطى 97,000 حالة، كما تم تسجيل 756 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 10,779 شخصا. قال وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك إن جميع أجزاء بريطانيا في وضع طوارئ بصورة لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية لخوض المعركة ضد فيروس كورونا. وأشار المسؤول البريطاني إلى إقامة مراكز للتنسيق الاستراتيجي في مختلف أنحاء المملكة. خلال الآونة الأخيرة ظهرت مبادرات عدة من أجل التعرف على دواء جديد لعلاج فيروس كورونا المستجد من خلال المساهمات الخيرية لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية وشركات الأدوية. في الوقت الذي تسابق فيه دول العالم الزمن من أجل اكتشاف دواء يمكنه علاج فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19، برزت على الساحة مبادرة من عدد من المشاهير والمؤسسات والشركات حول العالم، والتي تهدف لتسريع وتيرة هذه الجهود عبر التبرعات المالية والجهود البحثية. مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية المملوكة لمؤسسي شركة مايكروسوفت بيل جيتس وزوجته، كانت أول مؤسسة تطلق شرارة هذه الجهود، حيث تعهدت بتقديم 125 مليون دولار للمساعدة في الإسراع بتطوير علاج للفيروس بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية الأخرى. وعقب هذه المبادرة بفترة قصيرة ظهرت مبادرة جديدة أطلقتها مؤسسة تشان زوكربيرغ المملوكة لمؤسسي موقع فيسبوك العالمي مارك زوكربيرغ وزوجته بيرسيلا تشان، وتعرف المبادرة بمسرع تداوي كوفيد-19، والتي تهدف لتطوير علاجات للفيروس الذي أودى بحياة الآلاف ويعاني منه مئة الآلاف حول العالم. المبادرة تهدف إلى تطوير علاج للفيروس بأسعار معقولة ليتم توزيعه على نطاق واسع، بالإضافة إلى تقييم الأدوية الخالية ومكافحة مسببات الأمراض الفيروسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وعلى نفس النهج ساهمت شركتا أمازون ومايكروسوفت في صندوق إغاثة بقيمة 2,500,000 دولار لنشر الموارد إلى المنظمات التي تعمل مع المجتمعات المتضررة من تفشي الفيروس في منطقة سيرر بولاية واشنطن. وأطلقت فيسبوك كذلك برنامجاً بقيمة 100 مليون دولار. كما قالت شركة أبل إنها ستتبرع ب10 ملايين قناع وقائي لجهود الإغاثة في الولايات المتحدة. شركة الأدوية هي الأخرى كونت تحالفاً لتسريع التطوير والإمدادات باللقاحات وأدوات التشخيص والأدوية لعلاج كوفيد-19 بالإضافة إلى حلول أخرى في هذا السياق. كما تبرعت إحدى شركات الأدوية العملاقة ب130 مليون جرعة من مادة هيدروكسيكلوركين والتي تخضع حالياً إلى جانب عقار مرتبط بالكلوركين للتقييم في التجارب السريرية. هذا وقد أعلنت دول العالم عن اتخاذ العديد من الإجراءات في إطار مواجهة فيروس كورونا. المزيد في العرض الذي تقدمه الزميلة إيمان الحويتي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العرض الذي نسلط فيه الضوء على الإجراءات التي اتخذها العالم في مواجهة كورونا. فمع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، دعي أكثر من 1,700,000,000 شخص إلى البقاء في منازلهم في أكثر من 50 دولة أو منطقة، حيث اتخذت هذه الدول نفس الإجراءات للحد من انتشار الفيروس. قررت حظر انتقال المواطنين، كما أوقفت جميع وسائل النقل وجعلتها تعمل بتوقيتات محددة. كما تم إغلاق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، وتم وضع ضوابط لعمل بعضها. واتجهت دول العالم إلى تعليق الدراسة في الجامعات وفي المدارس وتفعيل خطط التعليم عن بعد، كما تم غلق المساجد وتغيير صيغة الأذان بالإضافة إلى الكنائس وتعليق القداسات أيضا. وسعت بعض دول العالم لمساعدة الدول المتضررة من فيروس كورونا، وتعد مصر من أولى الدول التي أرسلت مساعدات إلى الصين، والتي أعلنت الاستعداد الكامل لتقديم ما لديها من إمكانيات ومن تجارب في مجال مكافحة انتشار الفيروس. كما أرسلت أيضا موسكو مساعدات إلى إيطاليا والتي تضررت بدرجة كبيرة بسبب اجتياح الوباء لها. وخصصت دول العالم مليارات الدولارات في إطار مواجهة فيروس كورونا والحد من أثاره على الاقتصاد وعلى المواطنين. وتسعى مختبرات الأبحاث وصناعة الأدوية في العالم للتوصل إلى لقاحات وعلاجات للفيروس، حيث يتم العمل على تطوير أكثر من 20 لقاحا. وكما أيضا انعكس تأثير كورونا على الأنشطة الرياضية، فتوقفت الأنشطة الرياضية في غالبية دول العالم، وتم تغيير موعد أولمبياد طوكيو 2020 لفترة لا تتجاوز صيف 2021. هكذا استعرضنا مع حضراتكم الإجراءات التي اتخذتها دول العالم والتي إلى حد كبير هي متشابهة في مواجهة فيروس كورونا. أكد التحالف العربي في اليمن أن قيام قوات الحوثي بإطلاق صاروخين باليستيين تجاه السعودية هو استهداف متعمد للمدنيين في المملكة واستغلال بانشغال العالم بفيروس كورونا. وأشار المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي إلى نجاح قوات الدفاع السعودي الجوية في اعتراض الصاروخين الباليستيين وتدميرهما. أدانت الخارجية بأشد العبارات ما قامت به جماعة الحوثي بإطلاق صاروخين باليستيين استهدفا مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين. وعرب البيان أيضا عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدا على تضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة ودعم مصر كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة. سلمت قوات التحالف الدولي قاعدة K1 في مدينة كركوك إلى القوات العراقية، هذا وقد جرت مراسم تسلم بحضور قيادات عسكرية عراقية وأخرى من التحالف الدولي. يأتي هذا بعد وقت من سحب 300 جندي من القائم و800 من معسكر الجيارة ونقلهم إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار وفي إربيل. أبارك لكل أخوة المقاتلين
ضباطا ومراتبا بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في هذا اليوم بتسليم قاعدة كيوان للقوات العراقية وبإشراف مكتب السيد القائد العام للقوات المسلحة. قد استلمت هذه القاعدة، وبهذا نكون في محافظة كركوك كافة معسكراتنا وكافة قواعدنا تحت السيادة العراقية. تم استلام قاعدة معسكرين للتحالف الدولي، المعسكر الأول في قاعدة القائم، والمعسكر الثاني في قاعدة القيارة الجوية العراقية. اليوم نستلم مقر لمستشاري العسكريين التابعين للتحالف الدولي في معسكر كيوان العراقي. هذا المعسكر راح يسلم إلى القوات العراقية، لقوات الجيش العراقية بشكل كامل إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة. اختبرت كوريا الشمالية قاذفة صواريخ متعددة ضخمة بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية. وقالت صحيفة رسمية في كوريا الشمالية إن الاختبار كان يهدف إلى التحقق مجددا من الخصائص التكتيكية والفنية لقاذفات صواريخ متعددة ضخمة للغاية، حيث تم إطلاق النار بنجاح. جاء ذلك بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن جارتها الشمالية أطلقت ما بدا أنهما صاروخين باليستيين قصيري المدى. ورياضيا، أعلن يوفنتوس حامل لقب الدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم توصله لاتفاق مع المدرب ولاعبي الفريق الأول بتخفيض رواتبهم عن الفترة المتبقية من الموسم الحالي المتوقف. وأضاف العملاق الإيطالي الذي أصيب ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا وهم باولو ديبالا ودانييلي روجاني وبيليز ماتودي أن الآثار المالية للاتفاق ستبلغ حوالي 90 مليون يورو، وستظهر نتائجه في حسابات السنة المالية 2019-2020. دخلت العديد من الأندية حول العالم في صعوبات مالية كبيرة، وباتت غير قادرة على دفع نفقاتها في ظل تفشي فيروس كورونا. المزيد في سياق التقرير التالي. أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد تلقي بظلالها على القطاع الرياضي وأنشطة الأندية حول العالم، ويبدو أن أندية كرة القدم بين الأكثر تأثراً. وفقاً لوكالة رويترز، أبلغت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم فرقها بأنها تواجه تهديداً وجودياً لتوقف النشاط بسبب تفشي وباء كورونا. وأكدت الرابطة أيضاً لأعضائها البالغ عددهم أكثر من 200 أن مناقشات تجرى حالياً لتخفيف قواعد اللعب المالي النظيف بسبب الوضع الراهن. وتوقفت مسابقات كرة القدم المحلية في أنحاء القارة، وربما يستغرق الأمر أشهراً عدة قبل عودتها. وتأجل نهائي دور الأبطال والدور الأوروبي بسبب الوباء. وفقاً للقانون الإسباني، قرر نادي برشلونة تخفيض قيمة عقود اللاعبين والموظفين كجزء من إجراءات التعامل مع التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا. ولمواجهة الفيروس سينشئ بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ ولايبزيغ وباير ليفركوزن صندوق تكافل بقيمة 20 مليون يورو لمساعدة الأندية الألمانية في دور الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم على تجاوز أزمة مالية محتملة. وفي البرازيل، حصل لاعبو كرة القدم على عطلة مدفوعة الأجر لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا، وأبلغتهم أنديتهم بالعودة في 20 إبريل. ولكن رابطة الأندية أشارت إلى إمكانية تقليص أجورهم لو استمر التوقف. من جهته، أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أنه سيدفع مسبقاً نسبة من رسوم مشاركة الأندية في مسابقتي ليبرتادوريس وسود أمريكانا اللتين تم إيقافهما بسبب فيروس كورونا. وتوقفت جميع المسابقات الكروية في أمريكا الجنوبية بسبب الفيروس مثل الغالبية العظمى من دول العالم، ما وضع الكثير من الأندية تحت صعوبات مالية كبيرة وباتت غير قادرة على دفع نفقاتها.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وصلنا لختام هذه النشرة، وإليكم تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية. الصين تحذر من موجة ثانية من فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الوافدين المصابين إلى نحو 700 مصاب. وكوريا الشمالية تقول إنها اختبرت بنجاح صاروخا ضخم طويل المدى. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.